يقول: ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع في الصلاة؟ هل هي من السنة أو مخالفة للسنة؟ وأيهما أفضل، قبض اليدين أم صدر اليدين؟ الأفضل قبض اليدين على وضعهما على الصدر في حالة القيام في الصلاة، هكذا السنة. وما قبل الركوع وما بعده سواء، كله قيام، فيقبض يديه بعد الركوع وقبل السجود ما دام قائما. وأما من يقول إنه يسدل يديه بعد الركوع فهذا غلط، ولا دليل له على ذلك فيما نعلم، ولا فرق بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم.